حضرتك نهار اتذكرت خطر لي شغلي انه بزمان وانه انت مخبرني انه بدك انه كان عندك رغبة تدرس افلام. والله قلت انا علي هاي اخراج والتصوير السينمائي، وكانوا مقدمين جاي هذا بعثات لروسيا بالاتحاد السوفيتي، يعني كانت دراسة هناك. كان الاتحاد السوفيتي القديم، كانوا كل فترة كل سنة يسووا بعثات. طيب بألمانيا ليش ما قدرت تدرس هناك سينما؟ ما في المهم درست الهندسة بس مشان يفتحوا لي خامة أحسن أبروك في ألمانيا. الله أيمن يعطوني جزية بعدين. هلا السنة الجاي بتخلص الإقامة، بيجددونا إياها، راح يجددوها مؤقتي كمان 3 سنين. وبعتلي صور لي كمان عندك في البيت مثل ما حكينا بزمان، وبدك تعمل فيلم معي.